يومها العالمي، مستقبل الشبكة العنكبوتية إلى أين؟ القفطان المغربي كنز تتوارثه المغربيات. وسلوت يا البنوت فرقة موسيقية شابة تعبر عن عدد من القضايا التي تهم المرأة السودانية. برنامج اليوم مع باسل صبري ورغد إبراهيم. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اليوم. وصباح الخير عليك يا رغده. صباح النور عليك بس اليوم سعيد ان شاء الله. يومك اسعد ان شاء الله. يبدو هذه الايام يا رغده ان احنا موضوع الفضاء او تطورات الفضاء والاحداث اللي علاقه بالفضاء كثيره ويعني متتاليه بشكل متسارع جدا. طبعا لا شك انه بشكل عام الفضاء ومستقبله الواعد اللي بتكثر مفاجاته يوم بعد الاخر دايما بيضعنا في تاهب متواصل لما هو آتي وقادم. فعلا باسل، كثرة الأخبار على الفضاء مؤخرا، وحتى حكينا على تلسكوب جيمس ويب في الحلقات اللي فاتوا واللي شغل العالم كله. هنا جاء إعلان كذلك وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، جاء بتفاصيل عملية إحضار نحو 30 عينة من سطح المريخ إلى الأرض عام 2033 عن طريق إرسال مروحيتين جديدتين إلى الكوكب الأحمر. مع العلم أنه الروبوت الجوال بيرسيفيرنس الذي هبط على سطح المريخ قبل عام ونصف العام تمكن بالفعل من استخراج 11 عينة صخرية حتى هذه اللحظة، ولكن إحضارها إلى الأرض لدرسها بالتفصيل هذه مهمة تتطلب خطوات عديدة. أكيد درس العينات باسل هنا يدخل في إطار البحث عن إمكان وجود أشكال حياة قديمة، وهذا فعلا مثير للاهتمام ومعقد كذلك في الوقت ذاته. وستتولى Perseverance اللي كان أداءها جيد نقلها مباشرة إلى الصاروخ Mars Ascent Vehicle، أي مركبة الصعود المريخية. ولكن ناسا احتياطيا كما ذكرنا وجدت الحل البديل، إذا لم تتمكن عربة Perseverance من التحرك لتنفيذ هذه المهمة فمركبة الهبوط كما ذكرتي ستحمل على ظهرها بالإضافة إلى الصاروخ الصغير والذراع الآلية ستحمل مروحيتين صغيرتين. وعندما تصبح العينات في الفضاء ستنقل إلى مركبة مدارية توضع سلفا في محيط المريخ، ومن المقرر أن تقلع من الأرض عام 2027 وما أن تصبح هذه العينات في المركبة حتى تتوجه المركبة المدارية إلى الأرض لتهبط في صحراء يوتا في عام 2033. احنا بنقول 2033 يبدو أن هو وقت طويل، ولكن الوقت بيجري بسرعة واحتمال نلاقي 2033 بكرة. بالضبط. عموما بالموازاة مع كل هذا التقدم في مجال الفضاء يتوقع الخبراء أيضا أن تكون هناك قفزة على الأرض في مجال آخر هو الإنترنت. وبما أننا اليوم نحتفي باليوم العالمي للشبكة العنكبوتية سنستعرض معكم مراحل تطورها ومستقبلها بينما يعد به هذا التطور من مميزات والمخاطر التي قد تصاحب هذا التطور أيضا. عندما تفتح متصفح الإنترنت اليوم على الكمبيوتر أو على الهاتف المحمول بهدف البحث عن معلومة أو الدخول إلى موقع ما، وهذا سيحدث بالتأكيد يعني مرة واحدة على الأقل في اليوم، فاعلم أن هذا المتصفح ولكن في شكل بدائي جدا عما نراه الآن كان هو كل ما تعنيه كلمة إنترنت في يوم من الأيام. نعم، لهذا هنرجع بكم مشاهدينا 33 سنة للوراء، بالتحديد عام 1989 لما اخترع العالم البريطاني تيم بيرنرز الشكل الأول لشبكة العنكبوتية العالمية اللي هي www. أكيد الشبكة العنكبوتية، وكان الهدف بسيط جدا في البداية وهو خلق شبكة تسمح بتبادل المعلومات الآلي ما بين العلماء في الجامعات والمعاهد في جميع أنحاء العالم. يعني الإنترنت انطلقت بموقع واحد فقط ولم يكن هناك أي شيء آخر يمكن عمله على الإنترنت، لا مواقع تواصل اجتماعي ولا تطبيقات، ولكن هذه الشبكة العنكبوتية كانت بمثابة البذرة التي بنيت عليها الإنترنت بكل أفرعها وإمكانياتها المتاحة اليوم. نعم، لهذا اليوم باسل يحتفي العالم بهذه المحطة الفارقة في تاريخ البشرية، اليوم العالمي للشبكة العنكبوتية. وفي هذه الذكرى نحتفي بما تم إنجازه من مراحل تطور لهذه الشبكة العالمية واللي بلا شك غيرت من وجه العالم والطريقة التي تدار بها كل أوجه حياتنا.
موقع فوربس سيأخذنا الآن يا رغدة في رحلة سريعة نمر فيها على مراحل تطور الشبكة العنكبوتية منذ بدايتها وحتى اليوم. في البداية عندما صمم تيم بيرنرز-لي هذه الشبكة كان يرغب في إنشاء وسيط تعاوني لتبادل الدراسات بين الجامعات، ولكن سرعان ما سيطرت شركات مثل كومبيوسيرف وAOL وياهو على هذه الشبكة، وكان هذا هو المدخل إلى ويب 1.0 أو الشكل الأول للشبكة العنكبوتية بشكلها الحالي، وبدأت من خلاله الشركات والأفراد والحكومات بنشر الصفحات والبحث عنها. وعندما أطلق متصفح نتسكيب أول متصفح سهل الاستخدام في عام 94 كانت القفزة الكبيرة المعروفة بانفجار .com، وبدأت من بعدها حروب متصفحات الويب. وعلى عكس ويب 1.0 حيث كان منشئو المحتوى قليلون وكانت غالبية المستخدمين هم مجرد مستهلكين للمحتوى، جلبت لنا ويب 2.0 الويب كمنصة، حيث أصبحت التطبيقات والبرامج مبنية داخل المتصفح بدلا من ضرورة تثبيتها على الجهاز لاستخدامها. مكنت هذه النقلة جماهير المستخدمين من المشاركة في إنشاء المحتوى المكتوب والمرئي والمسموع، وأدت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي العامرة بهذا المحتوى إلى زلزال تكنولوجي إنجاز التعبير. اليوم كما نحتفي بإنجازات الشبكة نتطلع أيضا لما سيكون عليه شكلها في المستقبل. ماذا تحمل لنا ويب 3.0 أو 4.0 أو حتى أبعد من ذلك؟ نعم، ماذا يحمل لنا مستقبل الإنترنت الآن بعد الذهاب إلى هذه المحطات في الشبكة العنكبوتية؟ نذهب كذلك إلى توقعات مستقبلية عن مستقبل الإنترنت. الصحفي العلمي المستقل كريس بارنيوك ينقل لنا وجهي العملة. من جانب، من الممكن أن تصبح كل مهامك لليوم واضحة جدا بفضل تدفق المعلومات عبر الشبكة. حسب تصورك كذلك فنحن لن نقلق من التأخير على أي موعد بفضل معلومات شبكة المواصلات والمحدثة باستمرار طبقا لحالة الازدحام. أيضا طبيبك سيستبق إصابتك بالمرض بفضل شريحة مراقبة الأنظمة الحيوية اللي ترتديها في ملابسك، وسيوفر عليك هذا أشهر وربما سنوات من العلاج. باسل، كل ما ذكرتيه الآن هو جانب المشرق، ولكن جانب هناك جانب آخر، جانب مظلم قد تساعد فيه الإنترنت على الجريمة الإلكترونية، بحيث يستحيل الدخول إلى الإنترنت دون أن تعرض حسابك البنكي للسرقة أو المجازفة بسرقة تفاصيلك الشخصية، وأن يقوم القراصنة بالسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تصبح أسعار الإنترنت فوق قدرة المستخدمين وتصبح متاحة حصرا للمقتدرين. كما أنه في بعض البلدان ستقوم أجهزة الأمن السرية بمراقبة كل حركة المواطنين باستخدام أدوات استشعار أو محادثات أو مراسلات تمت عبر الإنترنت، وكل هذا بحسب توقع طبعا الصحفي كريس بارنيوك. يعني هو السيناريو مخيف حقيقة، رغم أني قلت السيناريو المشرق منا. حول هذا الموضوع مستقبل الإنترنت، ربما ينضم لنا السيد عبد النور سامي، خبير في التكنولوجيا وأمن المعلومات. صباح النور. بهذه الرؤى المختلفة لمستقبل الإنترنت، برأيك هل سيكون هذا المستقبل مشرق أم قاتم؟ صباح المسرات عليكم وعلى المستمعين الكرام. أنا باعتقادي الشخصي أنه سيكون هناك جانبان من هذا المستقبل، سيكون هناك مستقبل مشرق وهناك جانب يعني مظلم. هذا يعتمد للأسف على الدولة تحديدا، لأن هناك تشريعات عامة على الصعيد الدولي وهناك تشريعات خاصة لكل دولة، وفي كل دولة بعض الدول الآن نجد انقسامات تشريعية، والأمر الأخير راجع لمن؟ لسلوك المستخدم، أي مسار يختار، كيف يشارك بياناته، ما هي الخطوات التي يقوم بها لحماية بياناته، هو أيضا مسؤول عن هذا الموضوع. ربما هذه النقطة بالتحديد أحد المخاوف التي تثار فيها، أنه ببساطة شديدة تدفق المعلومات بأحجام وكميات تكبر باستمرار سيؤدي إلى زيادة إمكانية انتهاك الخصوصية. ما أسوأ ما نتخوف منه حاليا، وما الذي يمكن أن نصل إليه في المستقبل؟ كيف يمكن أن تسوء الأمور بمعنى أصح في المستقبل؟ أحسن سؤال جيد. هو الآن الويب الأول الذي تم ابتكاره سابقا كان مبني على القراءات ومشاهدات فقط، أما الآن الويب الثاني مبني على التفاعلات. خوارزميات الذكاء الاصطناعي تقوم بتحليل كل خطوة نقوم بها، ماذا قرأنا، هل أعجبنا أم لا،
كم المدة التي استغرقنا في قراءته؟ من أين قمنا بقراءة هذا الأمر؟ كيف تفاعلنا؟ هل قمنا بكتابة تعليق؟ ما هو التعليق الذي قمنا بكتابته؟ ما هي الكلمات الدالة؟ ما هي البيانات التي توجد في هاتفنا توافق هذه البيانات؟ والحديث يطول حقيقة، لكن فكلما زادت هذه التفاصيل تزيد إمكانية هذه الآليات على معرفة أدق تفاصيل حياتنا وكيفية عملنا وتفكيرنا. وهذا الأمر قد يعد محمودا نوعا ما لتخصيص تجربة المستخدم، ولكن للأسف يتم استخدامه في فرض إعلانات مسيسة تقوم نوعا ما بفرض عملية الشراء لمنتجات، تسييس الآراء. ندخل أيضا في السياسة عندما يتم التلاعب بأفكار العامة. هذه هي المخاوف الحقيقية من الموضوع. التقنية جيدة في استخدامها الإيجابي، ولكن للأسف الاستخدام التجاري طغى على هذا الجانب. نعم، وهذا بدأ من الآن، هذه المخاوف بدأت من الآن كذلك. البعض يخشى كذلك من غياب حيادية الإنترنت مستقبلا. بداية، هل لك أن تفسر لنا هذا المصطلح ودلالاته أيضا؟ طيب، الحيادية معناها أن تقوم الشركة بفرض سياسة عامة على الاستخدام، بمعنى عدم وجود باقات مختلفة، أن تكون هنالك باقة واحدة فقط تفتح مسار الإنترنت بأكمله، لا تقوم بتفضيل تطبيق على تطبيقات، على سبيل المثال تطبيق خاص بوسائل التواصل الاجتماعي، باقة للإنترنت المفتوح، وأيضا لا تقوم بحجب تطبيق دون ما آخر، كما شاهدنا يعني في مصر ترند مليون شخص يطالب بإنترنت غير محدود. حدود الإنترنت هذا ينافي الحيادية، عدم عمل بعض التطبيقات هذا ينافي الحيادية، وجود باقات هذا ينافي الحيادية، وإن دلت على شيء حقيقة فهي تدل على الاستغلال التجاري لهذه الشركات. استكمالا لحديثنا عن الجانب المظلم، يعني هناك مخاوف أيضا من فكرة الرقابة والتجسس على الأفراد من قبل الحكومات حول العالم. ما هو مستقبل هذه الرقابة؟ ونحن نرى ربما أمثلة اليوم واضحة، مثلا في الصين هناك رقابة على المواطنين، الكاميرات في كل مكان تراقب وترصد المواطنين وتعرفهم من خلال صورتهم من على الكاميرا بأسمائهم وأرقام الهوية وما إلى ذلك. كيف يبدو مستقبل هذه الفكرة؟ هو الرقابة أنا أظن أنها يعني أكون منصفا هي مطلوبة لأغراض أمنية لحماية المجتمع سواء داخليا أو خارجيا، ولكن الإشكال هو كيفية عمل هذه الرقابة. توجد مبادئ وأخلاقيات للذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون هو أيضا حياديا، يجب أن تكون هناك نزاهة بيانات، يجب على هؤلاء المراقبين أن لا يستغلوا المراقبة لأسباب شخصية، أن لا يقوموا بالمراقبة إلا ويتم تسجيل خطوة يقومون بها، هذا يضمن خصوصية الأفراد. نعم المراقبة مطلوبة، ولكن أن تكون بحدود، بواجب شرعي، يعني بإذن من المحكمة، وأن تكون غير مرتبطة بأهداف شخصية، وأن يكون الأشخاص الذين يشرفون على هذا الموضوع أصحاب ذوي ثقة عالية ولهم تخصيص في المجتمع. نعم، طيب، مع هذه المخاوف اللي ذكرناها الآن وحتى شفناها في التقرير السابق، من ناحية أخرى هناك تقارير تقول بأن إنترنت المستقبل هيكون سرعة أكبر، تكلفة أقل، إشارات بلا تشويش، وهو أمر مبهر حقيقة. لكن في منطقتنا العربية هل البنية التحتية للشبكات العنكبوتية تسمح بتحقيق هذا؟ لا، للأسف البيئة العربية ما زالت جدا متخلفة في هذا الموضوع. أنا أعتقد أنه سيستغرق الأمر 10 سنوات بأكملها لنصل إلى مصاف يعني الدول ليس المتقدمة بل دول الدرجة الثانية في هذا الموضوع. وهذا للأسف أيضا يرجع إلى الشركات. الآن يوجد إنترنت من يعني الأقمار الصناعية، ولكن حتى الشركات العربية لا تسمح لهذا الإنترنت بالدخول بالمنافسة. وأنا أفضل الإنترنت الأرضي السلكي ويليه اللاسلكي على الانترنت الفضائي، ولكن نحن مجبرون حقيقة بسبب جشع هذه الشركات، ولأنها ليست شركات عامة، لأنها شركات خاصة. هذا هو العيب، يجب أن تكون شركات عامة يعني وعليها رقابة، عليها تشريعات، ونتمنى أن يكون هنالك نوع من التسوية في الوطن العربي كحال الدول الأوروبية، لديهم باقة واحدة تعمل في الوطن بأكمله على مستوى إقليمي، مميزات غير محدودة وما شابه. هذا ما نتمناه حقيقة في يوم من الأيام، ولكن هذا للأسف بعيد المنال حاليا. نتمنى طبعا أكيد أنه في ظل هذا التطور الهائل أن يكون لنا هنا في المنطقة العربية نصيب عادل نوعا ما. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح، الأستاذ عبد النور سامي، خبير في التكنولوجيا وأمن المعلومات، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل مشاهدينا، القفطان المغربي كنز تتوارثه المغربيات، ابقوا معنا.
مشاهدينا أهلا بكم من جديد. في هذا العالم المتغير هناك أمور متعلقة بتراثنا ما تتغيرش. مثلا في المغرب هناك قطعة أساسية للمرأة المغربية في كل عرس، في كل حفل، في مناسبات خاصة كذلك تكون حاضرة. هذه القطعة هي القفطان المغربي. ليومنا هذا لم تزعزع عن عرش أرقى علامات الموضة العالمية لفساتين السهرة، وظل كذلك رمز لأناقة المرأة المغربية. المرأة المغربية ظلت تتزين بهذه اللوحة الفنية المسماة بالقفطان لقرون طويلة طبعا، إلى أن خرج أخيرا من حدوده الجغرافية إلى العالمية، وكان هذا بفضل تنظيم عروض تروج للقفطان المغربي، حيث تفنن كبار المصممين والمغاربة طبعا في تقديم تصاميم مميزة أنتجت القفطان المغربي العصري. اللباس التقليدي انا بالنسبه لي اللي هو واحد التراث اللي كنورثوه من والدينا كيف ما والدينا كيورثوه من الاجداد ديالنا. وبالنسبه لي انا من النوع اللي كنبغي اللباس التقليدي سواء مناسبات او من غير المناسبات، وكنبغيتها انا وليداتي ولا ولاد العائله نعلموهم حتى هما داك اللباس التقليدي سواء يكون عصري، حيت هو ولينا كنشوفوا اللباس التقليدي ديالنا كيولي يدخل فيه العصري، وقد ما هو كيدخل فيه شي حاجه جديده كتعطي الجماليه ديالو اكثر. ولهذا يعني بالنسبه لي واحد التراث اللي غنبقاو نتوارثوه اجيال واجيال. الوغ القفطان الزماني كيرجع للعهد الدوله الموحديه، والبدايات ديال الشغل ديال القفطان ديال توسكيه سفيفه وعقاد بدا في مدينه فاس، وفي مدينه فاس كان ازيد من 500 مصنع الانتاج القفطان المغربي بتفاصيله، يعني العقاد ديالو، الحرير ديالو، المعامل اللي تنسجوا الاثواب اللي هما اساس ديالهم البروكار اللي هو الشهر فهذه من عهد الموحدين والى العهد ديال العلويين الى يومنا هذا. دونك القفطان المغربي ماشي وليد اليوم، وليد العصور القديمه، والمراه المغربيه عندها القفطان المغربي مقدس بحال الا قلتي الوطن ديالها او الام ديالها او الاولاد ديالها. ما يمكنش ما يكونش القفطان المغربي حاضر في جميع المناسبات الدينيه والافراح ديالنا زعما في جميع المناسبات المغربيه. الاقبال على الزي المغربي كيف ما قلنا على حسب المناسبه، بيان سور في الاوقات اللي تيكون فيها الاعياد الدينيه وخصوصا شهر رمضان، دونك سيدات تيقتنيو بزاف الجلابه المغربيه، تيقتنيو القندوره بلا فينيسيون ديال السفيفه المغربيه والعقاد والتنبات والطرز، هادشي تيكون عليه اقبال كثير. عاوتاني ما تنساوش الاطفال، لان الاطفال حتى هما تنبغيو نفرحوا بهم في 27، دونك عندنا داك الطقوس المغربيه ديالنا ان البنيتات كنلبسوهم ديك اللبسه بالتنقافه وباللي زاكسيسوار وبالماكياج، دونك هادشي من الزي ومن الاصاله ديالنا المغربيه. عندنا اوسي بيان سور القفطان الرجل المغربي حتى هو ما نساوش، اللي هو تيلبس الجابادور وتيلبس الجلابه وفهمتيني وتيلبس القفطان، دونك هادشي كلشي من الاصاله ديالنا. الاختيار ديال القفطان المغربي بيان سور كانت بازاو على عده اشياء، من اهمها لا مورفولوجي ديال السيده، لوتان ديالها، البشره ديالها، الشعر ديالها، هادشي كلشي كيدخل في نطاق ديال الدراسه ديال بيان سور اللي انا خبيره في المظهر، دونك عندي درايه في هادشي. ملي تجي عندي الزبونه ديالي كنصحها على حسب الشكل ديال الجسم ديالها، على حسب الافكار ديالها، على حسب لو مود دو في ديالها، على حسب الطباع ديالها، وبيان سور كنصحها الالوان اللي يجيو معاها. سي بحال الا قلتي سي توت ان باكيج اللي كيجعل من داك السيده في كامل الاناقه ديالها. وبيان سور كيف ما كتعرفوا بان القفطان المغربي يمكننا نوظفوا فيه اثواب عديده كثيره جدا على حسب بيان سور المناسبه اللي غتمشي لها السيده. بيان سور الا كان عرس كبير دونك راه غادي يكون البروشي دو سوا، غادي تكون لا دونتيل، غادي يكون لا سوا بيرلي ولا برودي، ولا كنعطيو قيمه لذاك المناسبه اللي حنا ديناها. او الا كان شي مناسبه صغيره يمكن نديرو كريب باغ اكزومبل، كريب دو سوا مطرز باليد، في عقيق، في زفيفه، في عقاد. النوع ديال القماش كيمشي بيان سور افيك لو ستيل ديال المناسبه اللي حنا غادي نحضروا فيها. هنا المرحله الاولى كنفصلوا الثوب، ومن بعد كنرموه، ومن بعد عاوتاني كنبداو بالخدمه ديال المعلم.
نديروا العماره من السيري ولا كاين المرام العراض السفايب على حسب الذوق ديال الناس. من بعد عاوتاني الزواق او من بعد الزواق او الطرز على حسب الناس المتطلبات ديال الناس. من بعد عاوتاني كيديروا الحجر، من بعد كنبطنوه كيديروا له التبطين، ومن بعد صافي كتبريسيس عطيه مولاسو. بالنسبة لدابا دابا ولات الصناعة التقليدية ولات بصحة التطور، يعني ماشي بحال زمان. زمان كانت عاد يعني السفيفة عادية خدمة، ولات الزواق بواحد التطور يعني مختلف بزاف. يعني القفطان كتب لك فيه واحد اللوحة، كاين إبداع كبير، ويعني كاين القفطان اللي كياخذ لك حتى شهرين، شهرين يلا كيوجد. من بعد كان القفطان ماشي بحال هاد الصعوبة دابا، دابا ولات الصناعة تطورت شوية. دعونا الآن أيضا نستعرض معا بعض الحقائق عن القفطان المغربي بحسب مدونة ثقافة المغرب. من الرباط ينضم إلينا الآن الباحث في التراث الأستاذ هشام الأحرش. أهلا بك وصباح الخير عليك أستاذ هشام. يعني في البداية، كيف ولماذا احتل القفطان هذه المكانة المميزة التي يتمتع بها اليوم في المجتمع المغربي؟ بداية صباح الخير للمشاهدين الكرام. لماذا احتل القفطان المغربي المكانة التي يحتلها اليوم؟ لأنه ليس زيا فولكلوريا فحسب كما هو موجود عند الكثير من الشعوب، وليس زيا يتم إخراجه في بعض المناسبات لإضفاء مظاهر الأبهة على تلك المناسبة، بل هو أصبح زيا جزءا من النسيج الاجتماعي لبلد ولشعب ولأمة اسمها المغرب. وعندما يصبح زي جزءا من النسيج الاجتماعي لذلك البلد، فهذا يعني شيئا واحدا أن ذلك الزي متأصل في البنية الثقافية والاجتماعية لذلك الشعب، مما يجعل ذلك الزي حاضرا في الكثير من المظاهر الاجتماعية، وليس فقط في المظاهر الاحتفالية فقط. القفطان المغربي كذلك ليس زيا خاصا بالمرأة، وهو كذلك زي خاص بالرجل. القفطان المغربي ليس زيا خاصا فقط كما قلنا لحضور بعض المظاهر الاحتفالية، القفطان المغربي كذلك جزء من البروتوكول الذي يعتمده المغرب في مراسيمه الدبلوماسية
الدبلوماسية كذلك. ونحن نعلم ويعلم المشاهد أن السفيرات المغربيات ملزمات بارتداء القفطان حين تسلمهم أوراق اعتمادهم كسفيرات وحين تقديمهن لأوراق اعتمادهم كسفيرات معتمد في البلد الذي سيعتمدنا فيه كسفيرات. القفطان المغربي كذلك جزء من المظاهر البروتوكولية التي يعتمدها البلاط الملكي المغربي في كثير من مظاهره. نعم سيد هشام، مثلما ذكرت الآن خلينا نأخذ منك حتى انتشار ثقافة القفطان عربيا وعالميا، برأيك كيف خدم مهمة انتشار وترويج ربما الثقافة للثقافة المغربية في العالم في الخارج يعني؟ طبعا عندما نقدم القفطان المغربي كسفير للثقافة المغربية، هذا القفطان هو جزء لا يتجزأ من مظاهر الحضارة المغربية. ونحن نعرف أن مظاهر الحضارة المغربية متعددة، هناك الموسيقى، هناك الطبخ، وهناك كذلك ما يمكن أن نسميه إجمالا بفن العيش المغربي، وهو أصبح كما يمكن أن نقول أصبح علامة من علامات التميز المغربي أن يكون لشعب من الشعوب فن للعيش. وبالتالي فحين نقدم القفطان فهذا القفطان يدخل في إطار هذه المنظومة المتكاملة من فن العيش التي فيها الموسيقى، فيها الطبخ، وكذلك فيها الحرف. ونحن نعلم أن المغرب أقدم على تسجيل الحرف المرتبطة بالقفطان المغربي كموروث للكثير يعني من كموروث مشترك. القفطان المغربي ظل على شكل واحد لفترة طويلة جدا، ولكن اليوم القفطان يتغير. هل ترى أن التعديلات والإضافات التي تدخل على القفطان لمواكبة الموضة بشكل شبابي قد تضعف من حضوره، أم أن هيبته حاضرة بغض النظر عن أي تفاصيل جديدة؟ أنت قلت الهيبة، طبعا الهيبة هي أحد الضمانات، ولكن هناك ضمانة أخرى، هو أن القفطان المغربي الذي تمتد جذوره إلى مئات السنين قد اكتمل في البنية الذهنية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي، هذه الضمانة الثانية. الضمانة الثالثة هو أن القفطان المغربي جزء من التقاليد الملكية، ونحن نعلم أن الأميرات المغربيات يرتدين هذا القفطان الذي يسمى عندنا بالقفطان المغربي، وبالتالي أصبح هذا القفطان مرجعا لكل القفاطين، ولا بأس أن يتم تطويره بما لا يخدش هذا البنيان الذي اكتمل على مر القرون وارتبطت به حرف. وبالتالي فهذا القفطان لا خوف عليه، لأنه كما قلت أصبح جزءا من الذهنية والبنية الثقافية والاجتماعية لهذا الشعب. على المستوى المجتمعي الآن، ما مدى أهمية القفطان بالنسبة للمجتمع المغربي؟ القفطان المغربي كما قلت جزء من الموروث الاجتماعي والثقافي، بل هو جزء من الموروث وهو جزء من العادات اليومية. فلا يمكن اليوم الحديث عن قفطان الأعراس والمناسبات، بل هناك قفاطين ترتديها النسوة في يومهن العادي، متى أمي التي تقترب من عقدها التاسع لها قفاطينها المتعددة. هناك القفطان الذي يتم ارتداؤه بشكل يومي، وهناك القفاطين التي يتم ارتداؤها في المناسبات
العائلية وفي الأعياد، وهناك القفاطين التي لها تميزها الخاص التي يتم ارتداؤها في الأعراس. هذه الأعراس التي يكون العريس والعروس كذلك، لأن القفطان كذلك هو زي رجالي ملزمان بارتداء هذا الزي الذي يعبر كما قلنا عن هوية وعن هذا الموروث الثقافي للشعب المغربي. القفطان مش مرتبط فقط بالأعراس والمناسبات، إنما كذلك هناك قفطان للأيام العادية وللبيت وغيرها. شكرا جزيلا لك الباحث في التراث سيد هشام الأحرش، شكرا لك. سالوت يا البنوت، هذا الاسم هو اسم فرقة موسيقية أسستها شابات سودانيات تنتجن عبرها أغاني وموسيقى تعبر عن عدد من القضايا التي تهم المرأة السودانية. ورغم الصعوبات التي تواجهنها، إلا أن عزيمتهن وشغفهن يدفعهن للاستمرار وإيصال رسائل فنهن. أنا ناريمان إيهاب عبد الله، عازفة بتاعت بيس في فرقة سلوت يا البنوت، ورابر بكتب بالعربي وبلحن وبوزع. فرقة سلوت يا البنوت نشأت في عام 2015 تبع ورشة جوت انستيتيوت اسمها يلا خرطوم، وبعد ذاك شاركت في أرب جوت تالنت طبعا زي ما الناس كلها عارفة، ووصلت لحد النصف النهائي. وبعد ذلك جاءت الفرقة هنا وواصلت أعمالها يعني، وبقت عندها أعمالها الخاصة وكده. من الرسائل بتاعت سلوت البنوت إنها توصل المجتمع إنه البنات يعني ممكن يشاركوا في أكتر من حاجة يعني عموما في المجال بتاع الأرض ده يعني. وغير كده في مشاكل كثيرة قاعد تواجهنا نحن كنساء عموما يعني، لو في السودان لو في العالم العربي يعني أو في كل العالم. فنحن قاعدين نحاول نوصل المشاكل اللي قاعد تواجهنا كنساء بنعكسها بالموسيقى يعني. فإذا أنت مشيت وركزت في الليركس بتاعت الأغاني بتاعتنا فبتلقى الحاجة دي انفولف في الأغاني بتاعتنا يعني. قاعد نتكلم عن المشاكل الحقيقية يعني بتواجهنا كسيدات. من أصعب التحديات إنه قبول الأسر عموما بالفكرة، لأنه طبعا يعني الفن بيحتاج إنه الناس تكون عندها بروفات، بنتأخر في الوقت الحفلات والمواعيد دي، وغير كده التقبل بتاع المجتمع لأنه نحن فرقة بتاعت بنات وكده يعني. من بعض القضايا اللي ناقشناها يعني القضية عموما بتاعت الصعوبات اللي بتلاقي البنات أو الكبت عموما في إنه إحنا نحقق نجاحاتنا. وغير كده في الأغنية بتتكلم كان عن التحرش والعنف ضد المرأة عموما يعني بكل الطرق يعني. وغير كده كنا بنتكلم عن إنه بنحاول ندعم البنات إنهم هم يعني يكونوا فعالات في المجتمع. كل الأغاني القاعدة بتاعت سلوت في الفترة الأولى طلعنا عبارة عن 8 أغاني، في الفترة الثانية في الـ EP الأخير ده اللي هو اسمه بيتر سويت ده كان فيه 6 أعمال كلها يعني حاجات نحن كتبناها ولحناها ووزعناها برانا يعني أعمال خاصة. وحتى الأغاني الأولى اللي شاركت في أرب جوت تالنت برضو كانت حقت الفرقة يعني، كتابة وتلحين وتوزيع. والله كلمة سلوت يا البنوت هي كلمة تشمل معاني كثيرة يعني، كلمة إنجليزية على عربية على فرنسي يعني، هي أصلا تحية سلوت نحن دمجناها بقت تحية المرأة. ألفنا أغاني كثيرة جدا جدا اللي هي الأوريجينال يعني،
فمؤخرا عملنا ألبوم بيتكون من 6 أغاني، منها عندنا أغنية بيت، وعندنا دواك جواك، وعندنا رايزين، وعندنا تاني شاين، وإن شاء الله نقدر يعني مزيد من الحياة إن شاء الله حنعملها في الأيام الجاية. نحن ما كبس عازفات أو فنانات ونجي نشارك في المسارح ونطلع نمش، لا نحن أسرة كيان واحد زي ما أقوله، فبنتلاقى دائما في الأعياد في المناسبات الكبيرة، الحمد لله يعني مترابطين جدا يعني أسريا قبل المجال الفني. إن شاء الله يعني نقدر زي ما بقوله نمشي لقدام ونعمل خطوة جميلة جدا جدا إن شاء الله. عندنا حبيب العمر، أغنية بتتكلم عن الحب يعني الحياة العاطفية للبيت، وعندنا برضو بيت يعني كده فيها تفاصيل برضو عن الحياة العاطفية، وبرضو عن التحرش وأيوة عن البيئة، فبس يعني كم تفاصيل كده بنتكلم فيها في الأغاني يعني بنعبر باب الأغاني. Black is bright, black is good, black is right, black is rude, black is bright. والله حال البلد أغلب يعني أغلب الوضع الراهن في البلد السيء، المظاهرات إنه مثلا بيكون عندنا في بروفا إحنا ما بنقدر نوصل عشان الوضع برا صعب وخطر لي أنا كبنت إنه أنا أجازف أجي أحضر أعمل بروفا أو حاجة زي دي، أو مثلا يكون عندنا حفلة فتحصل حاجة في البلد ما نقدر نعمل الحفلة، فدي أكتر حاجة بنواجهها يعني. والله في السودان ما في فرقة يعني كانت بتطلع التراث السوداني أو مهتمة بموضوع المرأة أو القضايا حقت المرأة، يعني دي الحاجة المميزة أنا بالنسبة لي في سالوت إنه يعني قدرنا نطلع صوت المرأة في الأغاني في أي حاجة عموما يعني كتراث، في الحياة الطبيعية، في حياة كثيرة. والله أنا عندي أغنيتي المفضلة يا هابيت و African Girl. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. يعتبر مرض السرطان بأنواعه إلى الآن من أخطر الأمراض التي تصيب جسم الإنسان، ومنها سرطان الرئة. سرطان الرئة اللي يعد هو السبب الرئيسي للوفاة من السرطان في جميع أنحاء العالم، وهو كذلك ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعا في الولايات المتحدة. من الممكن أن يتطور سرطان الرئة وأن ينتشر ربما إلى الغدد الليمفاوية وأماكن أخرى أيضا في الجسم، وللأسف غالبا ما يتم تشخيص سرطان الرئة متأخرا ويصعب بالتالي علاجه. نعم، لكن مع ظهور التكنولوجيا ودخوله في المجالات العلمية أصبحت مستويات اكتشاف مرض السرطان في مراحل مبكرة أكثر إمكانية، مما يساعد الأطباء في تشخيص سرطان الرئة وعلاجه في وقت مبكر. نتابع المزيد مشاهدينا في سياق هذا التقرير.
إيجاد علاج لسرطان الرئة أصبح اليوم أكثر سهولة وفعالية بفضل تكنولوجيا الخلوية. هذا ما تقوله دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Communications الطبية، حيث يقول الباحثون على الدراسة إنهم اعتمدوا طريقة للكشف عن السرطان على مستوى مجهري أكثر دقة وفعالية من الطريقة المعتادة القائمة من الخزعة وتحليل الأنسجة، وتحديداً في عقيدات سرطان الرئة. وذكرت الدراسة أن الكشف الجديد يمكن أن يفرق بين الخلايا الحميدة والخلايا السرطانية على مستوى الخلية الواحدة، كما يمكنه اكتشاف الخلايا السرطانية في الأورام التي يقل عرضها عن سنتيمترين. وتعتبر هذه الدراسة خرقاً في مجال الكشف عن السرطانات الرئوية، خاصة للذين لديهم تاريخ مع التدخين وغالباً ما تبدو غير واضحة ويصعب أخذ الخزعة منها. وفقاً لجمعية السرطان الأمريكية، يصيب سرطان الرئة عادة كبار السن ومن هم فوق 65 عاماً، حيث يموت سنوياً ما يزيد عن 155 ألفاً بسبب سرطان الرئة، كما أن الوفيات بسرطان الرئة تشكل ربع وفيات مرضى السرطان في الولايات المتحدة. وتوضح البيانات أن الرجال أكثر إصابة من النساء رغم تضييق الفجوة بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة. يفتح هذا الكشف الجديد الطريق أمام تطبيق هذه الدراسة على مختلف أنواع السرطانات الأخرى كما يقول الباحثون، سيما أن البحث لا زال في طور البدايات. دعونا نلقي نظرة مشاهدينا على بعض المعلومات والحقائق حول الأورام السرطانية وفق منظمة الصحة العالمية، حيث يعتبر السرطان هو سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث يموت سنويا ما يقرب من 10 ملايين شخص. ويعد سرطان الرئة من أكثر السرطانات انتشارا، حيث يموت سنويا ما يقرب من 2.2 مليون شخص جراء الإصابة بسرطان الرئة. تعزى حوالي ثلث الوفيات الناجمة عن السرطان إلى تعاطي التبغ وتعاطي الكحول وانخفاض كذلك مدخول الجسم من الفواكه والخضروات وقلة ممارسة النشاط البدني. ومع هذا يمكن شفاء الكثير من أنواع السرطان إذا كشفت حالاته وعولجت مبكرا. ويأتي الكشف الأمريكي الجديد داعما لهذه الفرضية. للمزيد ينضم إلينا الآن الدكتور أحمد شحات، أخصائي أمراض الرئة والجهاز التنفسي. أهلا بك وصباح الخير عليك دكتور أحمد. يعني في البداية، كيف سيغير هذا الكشف الأمريكي الجديد الذي تحدث عنه التقرير منذ قليل في عملية تشخيص وبالتالي علاج الأورام السرطانية؟ في هذا الصدد لا نستطيع أن نقوم بدور الإعلام فعلا في الوعي، والإعلام بيساعدنا كتير فعلا في نشر أو في فهم موضوع السرطان أو جميع الأمراض بصفة عامة، وده بيساعدنا في الكشف المبكر عنها وعلاجها وهي في مراحلها الأولية. بالنسبة للبحث الجديد، هو اتعمل في باحثون في جامعة ليدز في المملكة المتحدة، قاموا بعمل تحديث لمنظار الرئة. منظار الرئة وهو المنظار المعروف عند معظم الناس ومعظم الأطباء، اللي هو البرونكوسكوب أو الإيباس أو الإندوبرونكيال ألتراساوند، اللي هو منظار الرئة باستخدام الأشعة التلفزيونية. الباحثون في جامعة ليدز قاموا بتحديث هذا النوع من مناظير الرئة والشعب الهوائية بعمل منظار بنظام آلي مغناطيسي، نقدر نقول عليه إن هو ريبوت مغناطيسي آلي ذو قطر مطاطي. يعني مقدمة المنظار عبارة عن 2 ملي في الحجم، ودي بتدي لينا ولجميع الأطباء إن احنا نقدر نوصل لأكبر وأصغر لأكبر قدر من الشعب الهوائية وأصغر ممر داخل الشعب الهوائية داخل الرئة، وهي ذات ملمس مطاطي، وده برضو بيؤدي إلى إن عدم اختراق لنسيج الرئة وعدم حدوث أي نزيف للمريض أثناء هذا الإجراء في التنظير. الفرق برضو الآخر بينه وبين المناظير القديمة إن هذا المنظار لا يستخدم الأشعة السينية،
وزي ما احنا عارفين ان الأشعة السينية فيها تعرض للمريض للأشعة وده برضو بيسبب له بعض الأضرار. ففي نظام الريبوت الجديد لا توجد هذه الأشعة. في نفس الوقت هذا التحديث في عالم المناظير بيعطينا مجال لتشخيص معظم أمراض وأورام الرئة وهي في مراحلها الأولى، لأن أنا بقدر أوصل لأكبر قدر ممكن من الشعب الهوائية داخل الرئة. زي ما احنا عارفين أن المنظار القديم لا يستطيع أن يرى أكثر من 10-15% من حجم الشعب الهوائية داخل الرئة، أما هذا المنظار الحديث يستطيع أن يوصل لأكثر من 80% من حجم الشعب الهوائية داخل الرئة، ويعطينا الفكرة أن نرى أي ورم في مراحله الأولى، في نفس الوقت نستطيع أن نزيل أي جسم غريب داخل الرئة. دكتور، بهذا المنظار الجديد دكتور تحديد أصبح أكثر وتحسنت الآلية، هل نتوقع أن يساهم هذا الاكتشاف هنا في تقليل أعداد الإصابة بسرطان الرئة؟ طبعاً، لأن هذا المنظار سيستعمل في مجال البحث المبكر أو الكشف المبكر عن الأورام، وهيكون عمله سهل للمريض لأنه ما فيش فيه زي ما احنا قلنا يعني غير المنظار القديم أن فيه عرضة أن المريض يحصل له نزيف، أنه يخترق نسيج الرئة، وهيصور لنا أكبر قدر من الرئة. فده في المستقبل الجديد إن شاء الله ممكن نتغاضى عن الأشعة المقطعية لأن برضو فيها تعرض للمريض للأشعة، وهيكون ده البديل أن احنا المرضى من سن 50-80 عام وليس عندهم أي أعراض هنعمل لهم فحص مبكر بهذا المنظار، فده يساعدنا كتير أن احنا نكتشف أي مرض في أوله. وزي ما احنا عارفين أن الحل الأمثل والأكيد لعلاج أي ورم هو في مراحله الأولى، أما لو اكتشف في مراحله المتقدمة فليس هناك أي علاج. طيب، بعيدا عن هذه التكنولوجيا دعنا نتحدث قليلا عن واقع الإصابة بسرطان الرئة عالميا اليوم. يعني كما ذكرنا منذ قليل هناك أكثر من 2,200,000 إصابة بسرطان الرئة جديدة سنويا. برأيك ما هو السبب تزايد نسبة الإصابة بمرض سرطان الرئة بهذا الشكل؟ هو فعلا الأرقام كبيرة وبتتزايد ونحن نأسف لهذا، ولكن من الأسباب الغير مباشرة لحدوث هذه الأورام وانتشارها في الفترة الأخيرة هو عادات بعض الأشخاص في التغذية غير الصحيحة، عدم مزاولة الرياضة باستمرار، السمنة المفرطة، وفي أسباب مباشرة ممكن تؤدي إلى حدوث سرطان في الرئة منها التدخين بجميع أنواعه. طبعا احنا بنتكلم عن التدخين مش السيجار فقط، السيجار، الشيشة، المدواخ، الإلكترونيك سيجاريت أولسو، لأن بعض الأشخاص بيعتبر أن الإلكترونيك أو السيجار الإلكتروني ليس له أضرار، لا، هو التدخين بجميع أنواعه. بعض الأشخاص أحيانا عندهم تاريخ وراثي في العائلة، لأن في بعض أورام الرئة ذات التاريخ الوراثي ممكن تحدث للأشخاص في نفس العائلة في سن صغير جدا. أيضا بعض الأشخاص اللي بيعملوا في مجال المصانع والتعرض للإشعاع والتعرض للمواد الكيميائية والبتروكيميائية زي العمال اللي بيعملوا أرصو في مصانع الغزل والنسيج وبتعرضوا للضغط أو التراب المتطاير، كل العمال دول أيضا اللي بتعرضوا لمادة الأسبستوس السامة، ودي مادة بتدخل في صناعة السفن والسيارات وبعض المواد العازلة. طبعا العمال دول لازم يستعملوا سبل السلامة اللي بتبقى مطروحة عليهم في مجال عملهم، من تغطية جميع الجسم، من تغطية الفم بالماسك، من تغطية الرأس بغطاء الرأس، لأن أحيانا بيكون مدخول هذه المواد السامة ليس من الفم فقط إنما عن طريق الجلد أو عن طريق العين. نعم. دكتور أحمد، الآن يقال بأن السعال المتواصل هو من علامات الإصابة بسرطان الرئة، كيف يمكن التمييز ما بين السعال العادي وسعال المصاب بسرطان الرئة؟ هل هناك أعراض أخرى كذلك لهذا النوع من السرطان؟
بالنسبه للسعال، السعال معانا نوعين من السعال. في مريض بيبقى اوريدي عنده مرض مزمن في الرئه قبل كده، زي المريض اللي عنده حساسيه في الصدر، او المريض اللي عنده السده الرئويه، او المريض اللي عنده تليف في الرئه. فالمريض ده بيبقى معتاد على نوع معين من الكحه، هو بيبقى يعني معتاد عليها. لو حصل اي تغيير في حده الكحه بالنسبه له، او ان الكحه اصبحت معها دم، ففي نفس الوقت طبعا لازم يراجع الطبيب بتاعه بسرعه. بالنسبه لي اخر نوع اخر من الاشخاص اللي هم ما عندهمش اي تاريخ مرضي قبل كده بالنسبه للرئه، مش متعودين على الكحه. لو الكحه استمرت مع شخص لمده اكثر من شهر، وفي نفس الوقت بقت مصاحبه بدم، واحيانا تكون مصاحبه بالم في الصدر بيزيد مع النفس، ده بيدل على ان وجود التهاب في الغشاء البلوري اللي حوالين الرئه. وطبعا ده ممكن يكون من بدايه لاي التهاب، او ايضا بيكون بدايه لاي ورم في الرئه، لان اورام الرئه بتكون في نسيج الرئه نفسه، بتكون في الغشاء المحيط بالرئه اللي هو الغشاء البلوري. اشكرك شكرا جزيلا اخصائي امراض الرئه والجهاز التنفسي الدكتور احمد شحاته، شكرا لك. وهذا هو ختام حلقة اليوم من البرنامج، إلى اللقاء. طبعا لا تنسوا أنكم تراسلونا بأراكم على مواقع البرنامج. دمتم في رعاية الله. والآن كالعادة وقفة سريعة مع أهم ما جاء في حلقة اليوم. توجد مبادئ وأخلاقيات للذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون هو أيضا حياديا، يجب أن تكون هناك نزاهة بيانات، يجب على هؤلاء المراقبين أن لا يستغلوا المراقبة لأسباب شخصية. القفطان المغربي جزء من التقاليد الملكية، ونحن نعلم أن الكثير أن الأميرات المغربيات يرتدين هذا القفطان الذي يسمى عندنا بالقفطان المغربي، وبالتالي أصبح هذا القفطان مرجعا لكل القفاطير، ولا بأس أن يتم تطويره بما لا يخدش هذا البنيان. في عالم المناظير بيعطينا مجال لتشخيص معظم أمراض وأورام الرئة وهي في مراحلها الأولى، لأن أنا بقدر أوصل لأكبر قدر ممكن من الشعب الهوائية داخل الرئة. زي ما احنا عارفين أن المنظار القديم لا يستطيع أن يرى أكثر من 10-15% من حجم الشعب الهوائية داخل الرئة.